كما ينضم إلينا من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع. مساء الخير سيد عبد الله. كما تابعنا من التقرير السابق والمقال السابق للسيد عبد المنعم إبراهيم كيف أن النظام القطري حول قناة الجزيرة إلى سلاح يضرب به الأمن في الدول العربية ودول العالم حتى. برأيكم كيف تقيم مصداقية هذه القناة خصوصا وبعد أن سقطت الأقنعة؟ مثل ما تفضلتي، يعني سقطت الأقنعة ربما قبل تاريخ المقاطعة من 2017 لدول المقاطعة بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين ودولة الإمارات. هذا القرار السيادي الذي اتخذته دول المقاطعة كان أحد أبرز هذه النقاط أو الأسباب، هو حقيقة يرتبط بالإعلام الكاذب الذي تعمل عليه حقيقة قناة الجزيرة وتبعاتها من الدعم من قبل الحكومة القطرية في دعمها للجماعات المتطرفة، إن كانت متمثلة في الإخوان إلى الحوثيين مرورا بالقاعدة وداعش، وتأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج وزعزعة أمنها. حقيقة كلها هذه تعمل وتصب في زعزعة أمن هذه الدول، والتحريض حقيقة كان لاعبا استراتيجيا لما تقوم به الجزيرة وتبعاتها بزرع الفتنة ما بين المواطنين وحكوماتهم، كما حدث في البحرين وأيضا في المملكة العربية السعودية بشق الصف الداخلي السعودي من حين إلى آخر وتحت مظلة الحرية الإعلامية. وهذا حقيقة كان واضحا اليوم ونحن في نهاية عام 2020. المواطن اليوم الخليجي يعي كثيرا ما تقوم به قطر ومتمثلة في إعلامها بالدور التخريبي، وكان هذا حقيقة مرتبط بوضع الأمن الوطني القومي لهذه الدول ودول المنطقة وحمايتها وحماية شعوبها. قرار حقيقة اليوم نشاهد بتطاول قطر بمتمثلة بإعلامها في احتضانها للفكر المتطرف وترويجها لهذا الفكر في إعلامها، حقيقة يعني يؤكد مضي الحكومة القطرية في اتباعها لأسلوبها المعادي لدول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي بصورة عامة. نحن نكن الاحترام للشعب القطري الشقيق، ولكن ما تقوم به المؤسسات القطرية المتمثلة بالحكومة يضعنا أمام تساؤلات، ونحن على أبواب القمة الخليجية المقرر انعقادها في 5 يناير من العام المقبل. هناك يعني أمل من قبل الشعوب في دول الخليج العربي بأن يكون انفراجا، ولكن كيف يكون هناك انفراجا وما زالت هذه الحكومة تلعب بزعزعة وأمن واستقرار دول المنطقة والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات المبرمة سابقا؟ أعتقد نحن نشهد مرحلة جديدة ربما لا تحضر فيها الاتفاقيات الورقية، ولكن حقيقة يجب أن يكون هناك فعلا واقعيا يلتمسه الجميع، إن كان أبناء المملكة العربية السعودية أو أبناء البحرين أو الإمارات أو مصر. دول المنطقة اليوم سئمت وشعب يعني حقيقة يأست من الصراعات ويعني التطرف الذي أصاب العالم، جماعة الإخوان المسلمين الذي ما زالت حقيقة عملية دعمها ونشر وترويج فكرها هو لا يقل خطورة عن تنظيم داعش والقاعدة عبر هذه الوسائل الإعلامية، إن كانت الجزيرة أو المنابر الأخرى التي غير مباشرة التي تقدم حكومة قطر في دعمها ماليا، وهذا مثبت حقيقة لدى الدول العظمى ولدى أيضا المجتمع الدولي. أيضا يعني مكافحة الإرهاب مع إيران اليوم المجتمع الدولي يعني قيادة بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبار عدد من المنظمات التابعة لإيران، حزب الله والحوثي وغيره، باعتبارها منظمات إرهابية. اليوم لا تتمثل حقيقة الحكومة القطرية إن كانت في إعلامها باعتبارها جماعة إرهابية. اليوم نشاهد هذا منبر لهم
وأيضا منبر لجماعات من المتطرفين والمطلوبين أمنيا على الساحات الدولية والمحلية، إن كان مطلوبين لدول المقاطعة، إن كانوا مطلوبين إلى المجتمع الدولي. أصبحت الجزيرة هي المنبر الرئيسي لهم. العمل على أيضا يعني شهدنا بزعزعة ووضع فتيلة الفتنة في النظام الشرعي في المنامة. هذا ما كانت تروج له حقيقة من حين إلى حين، انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق والمبادئ القانون الدولي. لا تربطنا مع قطر حقيقة قوانين فقط لدول مجلس التعاون، ولكن هناك اتفاقيات دولية وعرف دولي وقانون دولي. قطر يعني حقيقة تنتهك هذه الاتفاقيات بانتهاك صارخ، ولا تلتزم بتوابت العلاقة الخليجية والتنكر من حين إلى حين لجميع هذه التعهدات السابقة الذي يعني الكل يعلمها والكل يعني يفهم ما تأثيرها على الأمن الوطني في المنطقة. أيضا لم تقتصر قطر على ذلك، بل قامت عبر منصاتها قناة الجزيرة وغيرها يعني التعدي، إن كان يعني لفظيا أو كان حقيقة عبر بيانات من خلال ضيوف معادين لسياسات الدول المقاطعة، ومتمثلة حتى يعني في الآونة الأخيرة في مملكة البحرين الشقيقة حقيقة. وهذا يستوجب ضرورة التصدي لهذا المفعول بكل قوة وكل حزب. يعني وهذا ما لاحظنا زيادة وتيرته في الآونة الأخيرة. من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.